قصص سهيل بعد قليل على قولي حكايات. الجمعة والسبت. منذ أن حل ماهر مكان بطل لعبة فيديو، أصبح اجتياز المراحل أكثر متعة. قبلنا المهمة. يرافقه في مغامراته ويساعده على الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط. مغامرات ماهر الجمعة والسبت على قولي جود. بعد الظهر نواصل عطلة نهاية الأسبوع بالمرح واللهو. فلنذهب على قولي جود، تجد كل رفاقك المفضلين. رائع. تسلية مؤكدة على قولي جود. تريد مرافقة أبطالك المفضلين؟ خذ هديتك. أجل، لا تفوت إذن هذه المواعيد. أنا في غاية السعادة. هيا دونها، لا يمكن أن نضيع هذه الفرصة. في الصباح إذا واجهت صعوبة في الاستيقاظ، ابدأ يومك بنعومة قولي دو. هذا مدهش. أما في منتصف النهار، حان وقت بعض التحركات المتخفية. قولي بوب تفاجئك بمغامرات لطيفة برفقة بطلاتك المفضلات. بعد الظهر هو وقت الأكشن، وقت القتال. ينتظرك الحماس والتشويق على قولي جو، فلا تفوت الفرصة. هذا يبدو رائعاً. بعد المدرسة يأتي وقت المرح، فلنذهب. ستجد على قولي جود أفضل الأبطال. رائع. تسلية مؤكدة. وفي المساء أشقى الشخصيات هنا لمزيد من المقالب. الضحك والجنون على قولي تون. مع مواعيد قولي بالعربي، لا وقت للملل.